شكرا جزيلا، أعلم أن الساعة شارفت على 4، واليوم كان طويلا للغاية، أمل أن تصبروا معي. أعلم أنه بعد الغداء تصبح المسألة صعبة، لكن آمل أن يكون هذا العرض يلقى اهتمامكم. العنوان وهو الإعلام في مراحل الانتقال السياسي. في المغرب شهدنا عدد من الإصلاحات الإعلامية التي بدأت بشكل خاص في 2002، لكن بذور هذا التحول بدأ في موجة الليبرالية التي بدأت في التسعينيات من القرن الماضي. ما حدث في 2002، كان لدينا قانون للصحافة الجديد الذي استبدل القانون الذي كان مضيقا بشكل كبير جدا، ولدينا قانون جديد تم التوصل إليه في 2016، وهو خاص بسيطرة الدولة عندما بدأت هكا، وهي الهيئة المنظمة للنظام أو المجال السمعي البصري، وكذلك عن الأطر القانونية لهذا المجال. وكذلك لدينا الدولة التي تهيمن على الإذاعة والتلفزيون، وكذلك تم استبدالها بمؤسسة عامة جديدة وهي الاسنختي. وهي لابد أن لا ننسى أن نشير بأن القانون لديه أحكام منظمة للصحافة المكتوبة، لكن كذلك تنظم الصحافة الإلكترونية، وكان هناك عدد من الأحكام والقوانين المعنية بهذا الجانب من الإعلام. إذن بنية الإعلام تم إعادة تعريفها وتحديدها، ولدينا بعض الأشياء الإيجابية التي تحدث في البلاد، لكن الأسئلة التي أود أن أطرحها: هل القانون الجديد في الإعلام يحدث قطيعة مع الماضي؟ هل هو يؤكد على التغيرات والتحولات الموجودة في الحكومة، أم أنها تسلط الضوء على التغير الجاري في مجال الإعلام؟ لكن السؤال المقتضب على هذا السؤال هو أن هذه الإصلاحات الإعلامية لم تتمكن من أن تقودنا إلى خطوة إلى الأمام لدمقرطة هذه العملية، لأن العملية لا تزال جامدة، لكنها ستكون طريقة وفلسفة تقليصية للنظر في المسألة، لأن الصورة أعقد مما هو عليه الأمر. إذا ما نظرنا إلى الإطار القانوني والبنى المؤسسية، سنرى بأن هناك قوانين ضاغطة مقيدة لحرية التعبير، وهناك المؤسسات التنظيمية التي تهيمن، وهذا يقودنا إلى القول أن كل هذه الإصلاحات هي ليست إصلاحات جوهرية، لكن في الآن ذاته لقد رأينا الكثير من التقدم الذي تم إحرازه في المغرب. لقد رأينا هذا التقدم يحرز فعلا في المغرب. في من خلال الأشياء التي تم تحقيقها منذ بداية 2000 إلى حتى الآن، هذه التقلبات الدورية التي يشهدها المغرب قد أدت إلى تحول، وكذلك كان هناك مواصلة لسيطرة الدولة من خلال آليات مختلفة للتضييق، وبحثي يركز على هذه المسألة بشكل خاص. أريد أن أعطيكم بعض الأمثلة. وهناك قانون يسمح لجهات البث المختلفة بما في ذلك إذاعات جديدة التي بإمكانها أن تفتتح، ولدينا كذلك القانون الجديد، القانون الخاص بالإعلام الذي كذلك تم التركيز عليه، وهناك كذلك بعض المواد المتعلقة بالتشهير التي تقول إذا كنت قد كتبت شيئا عن الملك فإنك لن تواجه أي مشاكل أو ملاحقات قانونية. الجانب الإيجابي الآخر هو وأن مجال الإنترنت سيبقى حرا، لن يكون هناك أي إعاقة لأي من الشبكات الاجتماعية أو مواقع إلكترونية، والدخول يبقى ممكنا لكل المواقع، لكن الدولة لديها قانون جنائي جزائي به بعض الأحكام بالنسبة للأشخاص الذين يتجاوزون التابوهات الثلاث، ألا وهي الملكية والصحراء والإسلام. وهناك الكثير من الصحراء
السيطرة والهيمنة على أموال المعلنين، وكذلك تعاقب هؤلاء الذين يواجهون أو الذين يعارضون هذه المسألة. وهناك كذلك استمعنا إلى العرض الذي قدمته سامية، وكذلك الذي تطرق إلى الرقابة وحبس الصحفيين وما إلى ذلك. رأينا منذ 2013 هيمنة لهذا التضييق بشكل كبير جدا. إذن إن مداخلتي هي ربما بمثابة رد على ما قاله الدكتور ميلادي هذا الصباح. الحكومة في المغرب تعتمد على الدولة العصرية، الحكومة والمؤسسات العامة. الجهة الأخرى هي المخزن، وهي التي تشكل الدولة العميقة، وهي شبكة من القوى الاقتصادية والسياسية التي تولي ولاء كاملا للملك. هؤلاء الأشخاص هم قريبون من القصر الملكي، وهم الذين يقومون بهذه الأمور. وبالتالي من الصعب أن نميز ما بين هذين المكونين وعلاقتهما بالإعلام. إذا ما نظرنا إلى القادة السياسيين وقادة الأحزاب المختلفة، وعندما يتعلق الأمر بردات فعلهم حيال الحبس وسجن الصحفيين، تجد أن مداخلاتهم أو ربما تجد أن ما يقولونه متماشي مع الخط العام. فإن المخزن والدولة هما جانبان أو وجهتان لعملة واحدة يدعمان بعضهما البعض، وأنا لن أميز بشكل كبير جدا. سأشير إلى الدولة على أنها مزيج من الجانبين. هناك مقولة تلخص أو ربما تعطينا فكرة عن الوضع في المغرب الآن، والتي قدمها بوبكر الجامعي، وهي وشخصية تحظى باحترام كبير. قال لي السنة الماضية في يناير 2016، قال إن الجزرة هي أكبر من العصا في المغرب، وبالتالي فإن الصحفيون الجيدون الذين يحصلون عن موارد، وبالتالي لابد أن نفهم كيف تعمل وسائل الإعلام، خصوصا وسائل الإعلام الحكومية. والورقة ستحاول أن تشرح هذه الجوانب، لكن الآن من دواعي سروري أن زميلتي عائشة شرحت كل شيء حول وسائل الإعلام الهجينة مرة أخرى، وهذه طبعا مسألة لشرح العلاقات، العلاقات الإعلامية والطريقة التي تعمل بها هذه الوسائل. عندما نقارن السلطوية، السلطوية هي التي تسمع بأن يكون هناك نظام ديمقراطي، لكنها تبقي المجال مصمم يسمح للدولة بأن تبقي اليد العليا. إذن هذا يعني أنه يكون لديك هذه المؤسسات، جهات تنظيمية لوسائل البث وما إلى ذلك. لكن عندما ننظر إلى عملية التعيين، دائما ترمي إلى تعطي سلطة أكبر للدولة أكثر منه للمؤسسات. وبالتالي فإن المشهد الفضاء هو تنافسي، وهناك فرص أقل للربح، لكن الدولة دائما تحتفظ باليد العليا. هذا ما نعنيه بهذه المسألة. هناك الكثير من الأشياء التي أود أن أغطيها هنا. أحاول أن أنظر إلى الورقة أمامي، أحاول أن أعطيكم بعض الأفكار من هنا وهناك. لقد شرحت لكم بشكل مقتضب المنهجية، وقبل 1997 فإن الإعلام الحكومي كانت طبعا مرحلة تحول، كانت مرحلة تحول نحو الديمقراطية، عندما بدأت الأحزاب الاشتراكية بأن تسيطر على الحكومة، وكان هناك أمل كبير بأن ننتقل نحو الديمقراطية. هذا كان هو على الأقل الفهم الذي كان سائدا في ذلك الوقت. إذن كيف كانت الوسائل الإعلامية الحكومية في ذلك الوقت قبل 97، وكذلك السياسات الإعلامية التي كانت موجودة، وكذلك البنى التي كانت تعتمد؟ ونريد أن نتحدث عن الجهود وكيف أنها تعكس هذه التنافسية السلطوية، والتي ترمي إلى أن تصل إلى دمقرطة للنظام. هذه الأساليب هي متنافسة
متنوعة، وهناك بعض المنهجيات التي اعتمدناها، اعتمدنا على المقابلات، وكذلك قمت بإجراء تدريب للموظفين في الجهة التنظيمية في المغرب، وتمكنت من إجراء دورة تدريبية لأسبوعين للموظفين في الجهة التنظيمية للمغرب. وطبعا من الصعب الوصول إليهم، لكن هذا كان امتيازا بالنسبة لي أن أصل إليهم من خلال التدريب، وتحدثت إليهم عن كثب، وتمكنت من جمع بيانات مختلفة من خلالهم، وهذا كان مهما. كذلك قمت بتحليل الوثائق بما في ذلك التقارير وما إلى ذلك، بما في ذلك قانون الإعلام والتقارير الأخرى ذات الصلة. الآن الصحافة المكتوبة تم إدخالها إلى المغرب من خلال القوى الاستعمارية، إذن من خلال الاستعمار الفرنسي والإسباني، ونعلم أن طنجة كانت منطقة دولية، وبالتالي هكذا دخلت الصحافة المكتوبة، والإذاعة كانت مهيمنة في ذلك الوقت، وكان مسيطر عليها بشكل كبير جدا من قبل القوى الاستعمارية، لكن الصحافة المكتوبة كانت مقسمة فيما بين المستعمرين الأساسيين للمغرب، بالإضافة إلى الحركة الوطنية في المغرب التي استخدمت الصحف المكتوبة لتكون القوى المضادة للقوى الاستعمارية التي كانت موجودة. وبعد الاستقلال فإن الدولة المغربية تبنت نفس القوانين التي وضعتها أو وضعها المستعمر لتكون وسيلة لتنظيم الصحافة، وبعد ذلك الصحافة المكتوبة بدأت تتطور تدريجيا. هناك مسألة مهمة أريد أن أشير إليها، لماذا وسائل الإعلام عملت بالشكل الذي عملت به منذ الاستقلال إلى 97؟ لأن المغرب كان يعمل على نموذج يرتكز إلى تعزيز البنى التحتية الاقتصادية ونقل التكنولوجيا، وبالتالي لابد للدولة أن تسيطر على تدفق المعلومة للمحافظة على استقرار الدولة، وحتى لا يتم السماح لوسائل الإعلام والمعلومة بأن يسيطر عليها من قبل أي طرف آخر، وهذه نقطة تعتبر مهمة جدا بهذا الاتجاه. إذن كانت وسائل الإعلام سلطوية حسب الجهات التي تمولها. إذا كنت تريد أن تنشئ إذاعة لابد أن تقنع الملك نفسه للقيام بذلك، وبسبب كذلك نسبة الأمية، فإن الصحافة المكتوبة لم تكن تعتقد أنها تشكل تهديدا كبيرا، وبالتالي كان هناك نوع من الحرية في الصحف يسمح للأحزاب السياسية أن تعبر عن رأيها. كان هناك بعض المعاقبات من حين لآخر، لكنها كانت هامشية، وهذا طبعا تماشيا مع الأيام أو سنوات الرصاص التي كانت موجودة، التي كان فيها الكثير من العقاب للصحفيين، وكذلك الضغط واختفاء الأشخاص، الاختفاء القسري والقتل والكثير والكثير من الضغط السياسي الذي كان يمارس. بعد 1997 بدأ الأشياء بالتغير. كان هناك بعض المبادرات المهمة التي حدثت، بما في ذلك ما يسمى باللجنة المصالحة والنزاهة والعدل، والتي كانت تنظر إلى أن يكون هناك مصالحة مع الماضي، وهذه اللجنة هي تعتبر مهمة للغاية كمبادرة، لأنها سمحت بالتحقيق في كل الانتهاكات السياسية التي ارتكبتها الدولة، وكذلك إرساء الحقيقة، لأن الكثير من الأسر لم تكن تعرف أين اختفت ذويها، هل كانوا من القتلى أم من الموتى أم من المدفونين غير المدفونين. كان لابد من إرساء الحقيقة، والمبادرة
المسألة الثانية التي تم القيام بها وهي تعويض الأسر وضحايا هؤلاء الأسر وما إلى ذلك، حتى لا يكون هناك أي رجعة إلى الوراء بالنسبة للمغرب في هذه البيئة السياسية. إذن كانت هذه كذلك مبادرة جيدة، وكذلك لدينا الإصلاحات التي حدثت في الدستور في 2011 والتي تضمنت كذلك نفس الشيء. بالنسبة للمدونة، مدونة الأحوال الشخصية تضمنت كذلك نفس الأمور، وحاولت أن تعطي بعض الحقوق والإقرار، وكذلك هناك كذلك إقرار بحقوق الأمازيغ التي تعتبر مكونا أساسيا إثنيا ولغويا وجزء من المغرب، وهذه من المبادرات التي تم اتخاذها في هذه الآونة. لكن ما أدى إليه هذا الأمر في حقيقة الأمر هو أنه أدى إلى نمو كبير من حيث المنشورات والعناوين المختلفة، وأنا مسرور للغاية أن مداخلتي جاءت بعد مداخلة إدريس، لأنه بدأ بالتركيز على هذه الأمور، وكان لدينا ما يسمى بوهم الوفرة في المغرب في بداية الألفينيات ونهاية التسعينيات، فإن هوامش الحرية كانت مذهلة إلى حد ما بالنسبة لليمينيين، وبالتالي كان هناك تشريعات ما بين لغاية 2006، وكان هناك 23 من هذه التشريعات في 2009، وطبعا هذا يعتبر مهما جدا من حيث النمو. إذن لماذا هذه اللجنة أدت إلى كل هذا التطور الإيجابي لكن لا تعتبر فرصة مواتية لتحدي الوضع الراهن في المغرب، في حين الإعلام يشكل هذا النوع من التحدي للوضع الراهن؟ وطبعا الدولة تستخدم العقاب كطريقة لمحاولة جعل هذه المؤسسات تبقى متسقة معه وما هو مطلوب، وبالتالي كان هناك قوانين ضد التشهير والقذف والسب التي كذلك أخذت طريقها إلى التشريع، وكذلك هناك نمو حدث في الصحافة المطبوعة وكذلك في صحافة المرئية. في حقيقة الأمر إن الحقيقة لا تعتبر حجة دفاعية في المغرب، على الأقل حسب قانون الإعلام المعمول به هناك. إذن بالنسبة لي هذا الوقت كان هناك الكثير من الانفتاح، لكن كان هناك الكثير من التوتر ما بين وسائل الإعلام وبين الدولة من حيث أهمية هذا الانفتاح. إذن دعونا ننتقل إلى توصيف البيئة القانونية. لدينا الدستور، كان هناك الكثير من الآمال التي علقت على دستور 2011 وكذلك في 20 فبراير وحركة 20 فبراير، وكذلك في 9 من مارس قدم الملك خطابا للفصل ما بين السلطات الثلاث للدولة، لكن ما حصلنا عليه في يوليو عندما حدثت عملية التصويت لم يكن ما وعد به الملك في 9 من مارس. هناك مسألة تقوم بها أو تقدمها أو يقدمها الدستور في ديباجته، هي أن المغرب يلتزم بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية المعنية بالحرية وحقوق الإنسان، لكن المادة 19 من نفس الدستور تقيد هذا الالتزام بحقوق الإنسان وحريات وما إلى ذلك، ومن خلال جملتين مقيدتين بالنسبة لأحكام الدستور المتعلقة بالسمات الدائمة وكذلك بالنسبة لقوانين الدولة. وهنا لدينا بعض الجمل المقيدة لهذه الحرية التي هي مذكورة في الديباجة والتزام بالأعراف والقوانين الدولية في 2016 وقانون الصحافة ل 2016. هذه كانت خطوة مهمة، وهناك جمل تم إزاحتها وشطبها، لكن تم إضافة بعض الدفع بعض الغرامات، ولم يكن هناك سقف لهذه الغرامات. بعض الصحفيين يدفع 6000 يورو، إذن تحتاج إلى أدلة كثيرة هذا الأمر
في المحكمة، وبالتالي الآن تم وضع سقف لثلاثين أو أربعين ألف يورو، وبالتالي هذا يعتبر عال جدا بالنسبة لمعدل دخل الصحفيين بالمغرب. في الآن ذاته لدينا القانون الجنائي العقابي، وهو به بعض الأحكام المتعلقة بسجن الناس في حال ما إذا كان هناك تجاوز للخطوط الحمراء الثلاثة، ألا وهي الملكية والصحراء والإسلام. إذن هذا بمثابة ذر الرماد في العيون في حقيقة الأمر، لكنها لا تؤدي إلى أي إصلاح. بالنسبة للمواقع المتعلقة بالإنترنت، هناك المادة 31 و34 حول تسجيل المواقع الإلكترونية مع الجهات التنظيمية تيليكوم، وكذلك الالتزام بقانون الصحافة، ولا بد أن يكون هناك الحصول على موافقة وتصاريح، وبالتالي هذه التدابير هي اعتيادية متماشية مع الممارسات الدولية. هاتان المؤسسات، مؤسستين لارتي والمؤسسة الثانية المعنية بالسينما، هاتان المؤسستان هما تابعتان للدولة، وبالتالي بإمكانها أن تمنع هذا التصريح. وعلى سبيل المثال هنا أو لسبيل التدقيق، إن هذا التصريح يكون فقط صالح لسنة واحدة، ولا بد من تجديده في كل سنة. وهناك نقطة أخرى مثير الاهتمام، القانون الذي بدأ في 2003 بعد الهجوم الانتحاري الذي أودى بحياة عدد من المغاربة في مايو، فإن هذا القانون يعرف الإرهاب بشكل موسع وفضفاض، وهو يتعلق بأي مجموعة ترمي إلى أن ترتكب عملا إرهابيا أو تؤدي أي أو نشر أي مواد ربما قد تؤدي إلى مثل هذا العمل. ما تقوم به الدولة في حقيقة الأمر هي أنها تحاول أن تجمع تقارير من الداخل. مثلا إذا كنت تريد أن تقدم تقارير حول مجموعة تريد أن تقوم بمثل هذه الأمور، فإنه بإمكانهم أن يستخدم أو تستخدم هذه المواد الإخبارية التي قمت بها، فكأنك تستخدمها لتحرض على ارتكاب مثل هذه الأعمال. وبالتالي لابد أن نعرف أن المواطن له الحق في أن يعرف ما يجري. وهنا أريد أن أعطيكم مثال لفيديو تم نشره حول ما حدث فيما يخص القاعدة في منطقة المغرب الكبير، وبالتالي تم اتهام هذا الشخص، وبالتالي هذا الصحفي كان معروفا للغاية، الجميع يعرفه، وحتى أنه ليس مسلما يقوم بالمناسك المطلوبة به وما إلى ذلك، وبالتالي تم اتهامه من قبل الدولة وتمت ملاحقته قانونيا، وكان ربما قد يحاكم لثلاثين سنة في السجن. إذن لابد، هذا القانون هو فضفاض واسع من حيث تعريف الإرهاب، وهذا يسمح للدولة بأن تضغط وبأن تكبل الصحفيين الذين يعملون. بالنسبة لقانون السمعي البصري، كان هناك إطار للبث العام والجانب السلبي، وهو يتعلق بالتدخل، تدخل الدولة يتخطى التصاريح وما إلى ذلك. إن تدخل الدولة في مجال البث هو من الممارسات الاعتيادية منذ الأيام الأولى، عندما كان هناك النطاق العريض من الموارد المحدودة، وبالتالي كان بإمكانهم أن يتدخلوا في الخدمة العامة للتلفزيون من خلال أحكام الكونية للخدمة والأحكام المتعلقة بالأقليات وجهات البث الوطنية أو الحكومية تتدخل. وبالتالي في الدول الديمقراطية فإن التدخل لا يصل إلى الاتصال بالجهة، ربما قد تقول إن وزير
رئيس الوزراء هو غبي، لكن ليس بإمكانك أن تقول إنه غبي، لكن بإمكانك أن تصفه بصفة أخرى. لكن في الدول غير الديمقراطية الأمور لا تجري بنفس الطريقة، الأمر مختلف تماما. بالنسبة للسلطة العليا للمجال السمعي البصري، طبعا نحن محظوظون في وجود مثل هذه الجهة التنظيمية، لكن إذا ما نظرنا إلى المجلس الأعلى لهذه المؤسسة مكونة من 9 أشخاص، 5 منهم معينون من قبل الملك، واثنان من قبل رئيس الوزراء، واثنان من قبل البرلمان، وبالتالي هذه الهيئة هي تحاول أن تمنع وجود أي استقلالية تامة في هذا الإطار. لابد أن أمضي، كنت آمل أن يكون لدي وقت أطول. إذن هناك بعض العناوين الأخرى التي أريد أن أشارككم إياها، وهي تتعلق ببعض القصص التي تم نشرها في نيشان، صحيفة نيشان، أنا وحدي مضوي البلاد وغيرها. طبعا هذا الاقتباس هو مأخوذ من أغنية، ما كنا لنقول شيء مشابه لهذا الأمر قبل 97. وكذلك هناك نشر آخر لمعلومات حول الانتخابات والملك الحسن الثاني، كيف أنه تدخل في الانتخابات وما إلى ذلك. إذن هناك أنواع جديدة من القصص التي يتم نشرها لم تكن موجودة في السابق، لأنهم يعتقدون أن الصحفي هو بمثابة مراقب للمجتمع، وبالتالي من يتخذ القرار هو الملك أو الملكية. وأشرت كذلك إلى التبعات التي لحقت نتيجة لذلك، وهذا ما حدث بالنسبة لبن شمسي الذي هو يعتبر مؤسس تلكل، يقول إنك عندما تعمل كصحفي فإنك وكأنك تمشي في حقل ألغام، إنك أحيانا تقوم بالإخبار وتمشي على هذا الحقل الألغام، أحيانا لا يحدث لك شيئا، لكن أحيانا أخرى ربما قد تنفجر الأمور. وكان هناك افتتاحية تقوم بانتقاد مهارات الحديث بالنسبة للملك، لكن لم يحدث له أي شيء. لكنه في صحيفة أخرى، صحافة نيشان، قال لشكي إصلاح الوزير الأول، بمعنى ما جدوى وجود الوزير الأول، لكنه واجه مشكلة لهذا الأمر، وكان هناك بعض المزح التي تستهدف الإسلام، وبالتالي هذا أدى إلى أن الصحيفة واجهت مشاكل كثيرة. ربما إدريس هو موعنا هنا، وهو كان موجودا في نيشان في ذلك الوقت. إذن هذا مؤشر لحرية الصحافة من خلال فريدم هاوس وغيرها من المؤسسات الأخرى، والخاصة بالثلاث دول معنا هنا. بالنسبة للإنترنت، السلطات هي تحاول أن تسيطر على المجال السبراني، لأن الإنترنت كان مفيدا بنسبة كبيرة خلال مرحلة الربيع العربي. لدينا هناك بعض الصور، هي الاحتجاجات التي قام بها أمينة فيلالي، التي طلب منها أن تتزوج من الشخص الذي اغتصبها بناء على القانون، وبالتالي كانت هناك احتجاجات كبيرة أدت إلى تغيير هذا القانون بالمغرب. هناك صورة أخرى للفضيحة التي حدثت عندما تقدم الملك محمد السادس بعفو ملكي على المعتدي الجنسي بالأطفال الإسباني، وما حدث جراء ذلك. وكذلك وإن علي كذلك تم سجنه، لم يكن هو الشخص الذي تمت معاقبته. الدولة كيف تعمل؟ لا يعاقبون الشخص، وإنما يرسلون رسالة للجميع. إذا ما تم استهداف علي أمسلا وسجنه، فهذا يعني أن الرسالة ليست له فقط وإنما للجميع، وهكذا تجري الأمور. بالنسبة للمشهد، مليء بهذه المواقع الإلكترونية، وهي مليئة بالإعلانات. الجميع يعلن في هذه
المواقع وهي تتضمن بيانات صحفية. هناك نسبة قليلة من الصحافة وهي كلها ترمي إلى الربحية. قد واجهت بعض هذه المواقع بعض المشاكل، لكنها لأنها توقفت عن بعض الأمور التي تنشرها واجهت مشاكل قانونية، لكن الأمر بدأ يتراجع. لقد طلب من بعض الصحف أن تبدأ تدفع الغرامات، لكن القانون أو المحكمة بالأحرى لم تفرض عليهم دفع هذه المبالغ، وبدأوا يحصلون على إعلانات إضافية. بالنسبة لجهة البث، لابد ألا نخطئ بأن التلفزيون لا يزال المصدر القوي والمؤسسة القوية في المغرب من حيث الترفيه وكذلك المعلومة التي تقدم للجمهور. سأمضي بشكل سريع جدا. إذن هذه الصحافة المطبوعة، هناك شيئان. إذن السيطرة على الملكية، لدينا المادة 21 المتعلقة بالمجال السمعي البصري، أن كي أي شخص يملك تلفزيون أو إذاعة ليس بإمكانه أن يملك إذاعة أخرى، فقط نسبة محددة، وبالتالي فإن مجال البث يكون خطيرا للغاية، وبالتالي ليس بإمكانهم أن يسيطروا عليه. لدينا غاديو ماخس وإيت غاديو، تمت معاقبتهما، وكان هناك منتج سينمائي تمت معاقبته نتيجة ذلك. لم يبقى لدي أي وقت حقيقة، لابد أن أمضي بشكل سريع جدا. إذن هؤلاء يعتبرون ضحايا هذا القانون. إن الحكومة تحاول أن تعزز هذه الصورة، وما تقوم به الدولة لا يريدون أن تكون هناك تقارير حول سلطوية الدولة، لكنها إذن هذا ما تريده الدولة حاليا. أول شيء هنا، هل لابد أن نندم على ما قام به الحسن الثاني؟ هذا كان قبل 3 سنوات من الآن، وهذا يعني أن ربما محمد السادس هو ليس جيدا. هذا ربما قد تفهمه من العنوان، لكن عندما تقرأ المقال أول شيء تتوصل إليه هو أننا لا نندم على فترة حسن الثاني لأنها كانت فترة سيئة. إذن هذا ما كان مكتوبا في غلاف المجلة، لكن عندما تقرأ الافتتاحية فإنها تتحدث عن أهمية رئيس الأركان وزيارته للدول الإفريقية وكيف بإمكاننا نستفيد من هذه الدول الإفريقية. إذن هذا ما يريده الصحفيون، يريدون أن يعطوا انطباعا على أنهم أحرار، لكن في نفس الوقت يريدون أن يبقوا الملك بعيدا عن كل نقد. هناك مسألة أريد أن أشير إليها بشكل سريع جدا. هنا لا أحاجج بالقول إننا نريد أن نكون ديمقراطيين كما هو الشأن بالنسبة للغرب، أريد فقط أن يكون لدينا قوانين تحترم حرية التعبير كما هو الشأن بالنسبة للسنغال وكوستاريكا وما إلى ذلك، دول لديها حرية الصحافة، وإلا لن نتمكن من أن يكون لدينا مجال عام به أفكار جيدة تتنافس فيما بينها البعض، وكذلك تخدم الديمقراطية في أفضل الطرق بأفضل الطرق. لابد أن نتوقف هنا، وسيكون من دواعي سرور الرد على أسئلتكم وحول كذلك خلاصة وخاتمة العرض البحثي الذي قمت به. أعتذر على أنني أطلت، شكرا جزيلا لكم.